نستقبلوا ان شاء الله المكالمات المستمعات اللي اشتاقوا لهاد اللقاءات المباشره في بلاطو برنامجنا لاله فاطمه. مرحبا بك دكتور. الله يبارك فيك. تحيه لجميع المستمعين الكرام، تحيه للطاقم التقني لاذاعه ام اف ام، وتحيه لك الاخت سمية كريمو. السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليك السلام. في نفس الوقت بطبيعة الحال عيد مبارك سعيد جميع المغاربة وجميع المسلمين، بصحة والسلامة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أكيد دكتور أنا كنحييك وكنشكرك أنك حضرتي معنا في حلقتنا ديال اليوم ياك ليلة العيد، ضروري باش لأنه الواجب ينادي. حنا قرب المسامعات ديالنا في احتياجاتهم بطبيعة الحال. أي تساؤل في تخصص الدكتور عبد الوهاب زيزي، دكتور اختصاصي في أمراض النساء التوليد وعلاج مشاكل الخصوبة والعقم، خدينا على عاتقنا منذ سنوات طويلة هذه أن نكونوا ياك بجنب المستمعين ديالنا، خصوصا الناس اللي بعاد، الناس اللي في القرية، الناس اللي في الجبال اللي كيتبعوا إذاعة مفهم. مشكورين على المحبة ديالكم اللي خدتكم علينا، هي محبة صافية وخالصة للجميع. عيد مبارك سعيد، تمنى تقضيوا هاد الأجواء وانتم في أتم الصحة وعافية يا رب. رقم ستوندار اللي هي 0522 30 30 00، أو الرقم تاني اللي هو 0522 31 33 33. صراحة توصلنا بكم كبير يا دكتور ديال المكالمات وديال الأسئلة اللي كتجينا في هذا الموضوع، صراحة سير كبير ديال هذا الموضوع، وفي تزايد كتير تكيس المبيض. ما كاينش شي سيدة ولا فتاة اللي ما كتعنيش الموضوع ديال تكيس المبيض، لدرجة تنقولوا تفسير هذه الظاهرة شو واقع، شو كاين، علاش؟ والبيطانة المهاجرة، ولو دابا عندهم حتى تشخيص تقول لك واش عندي البيطانة المهاجرة. فهذا الحمد لله إنجاز اللي بغينا نقولوا ياك، وربح كبير أنه على الأقل السيدة ولات عارفة وفاهمة راه يقدر يكون مشكل ديال البيطانة المهاجرة. علاش تفسير ديال ارتفاع نساء وفتيات عندهم تكيس المبيض كثير دكتور؟ طيب فعلا الموضوع ديال اليوم هذا المواضيع بجوج مهمين جدا، لا من ناحيه ديال التكيس المبيض ولا الناحيه ديال البيطانه المهاجره او الاندوميتريوز اللي كنعيدوا حنا الاندوميتريوز. بالنسبه نبداو بالشطر الاول وهو حول التكيس المبيض اللي هو شائع، واليوم كنشوفوا عدد وعدد ديال النساء اللي كيتشكاو من التكيس المبيض اللي تيقدر يكون عنده علاقة مباشرة مع الخصوبة، ولكن ما تيعنيش بأن المرأة اللي فيها التكيس المبيض راه ما غادي يمكنلاش تولد. ولكن على كل حال كاين عدد ديال الحلول اللي تيمكننا نقترحوا باش ما يكونش هناك مشكل في الخصوبة، لأن أهم حاجة في التكيس المبيض هو مشكل ديال نقص من الخصوبة. ثانيا التكيس المبيض كيهم تقريبا 20-25% ديال المغربيات، وهذا الرقم يعني مهم جدا لان تكون نتيجه على عدد ديال العوامل اللي غندخلوا فيها في التفاصيل بطبيعه الحال. التكيس المبيض اللي خصنا نميزو مع اكياس المبيض، كيس دلوفير ماشي هو التكيس المبيض. التكيس المبيض شكل والاكياس ديال المبيض شكل اخر. حنا اللي غنهضروا بالتكيس المبيض، التكيس المبيض هما لي زوفير ميكرو بوليكيستيك، يعني كيكون عدد ديال الاكياس في المبيض، وبالتالي تعطي اضطرابات، عدد وعدد ديال الاضطرابات، ولا سيما اضطرابات ديال الدوره الشهريه اللي كتجي من بعد 45 50 يوم شهرين 3 شهور. في بعض الاحيان كاين عدد النساء اللي كيتشكاو من اضطرابات ديال الدوره الشهريه، وكنا هضرنا على هذا الموضوع صحيح ربما هاد بعض الاسابيع، ومجملت اضطرابات كاين تكيس المبيض بطبيعه الحال، ولكن اليوم غادي يمكن نهضروا عليه بالتفاصيل لان كيهم عدد النساء. اضطرابات الدوره الشهريه والالم الحاده ديال اضطرابات ديال الدوره الشهريه؟ لا كتجيش بالوجع؟ الوجع هذاك الاندوميتريوز هذاك غنهضروا عليه من بعد، لان هذاك الوجع حاد الى اخره، هذاك جاي في البيطانه المهاجره اللي غنهضروا عليها لان هي مهمه جدا، حتى هي ما كناش كنديروا التشخيص ديالها هذه بعد سنوات، ولكن اليوم تيمكننا نديرو التشخيص ديالها بالتدقيق ديال البيطانة المهاجرة اللي صبحت حتى هي شائعة في المغرب، ماشي في المغرب، في العالم بأسره. على كل حال التكيس المبيض اللي خصك تعرف وهو تيكون نتيجة على طلوع الهرمونات الذكورية عند المرأة لاندروجين، لي زاندروجين يعني بي اندروجيني، وهذاك التكيس تيوقع بواسطة طلوع لي زاندروجين. ملي تيكون هناك طلوع الهرمون كاين واحد العلاقه مباشره اولا مع اضطرابات الدوره الشهريه اللي هضرنا عليها، وثانيا من ناحيه ديال هذيك المراه اللي كتشكى من الزغب اللي تيكون عندها بزاف،
ولا سيما في أسفل البطن، وكذلك تيكون عندها يعني في في الوجه بصفة عامة، وتيكون فيها بزاف ديال حب الشباب، وتيكون عندها فيزاج غا، يعني تيمكن نديرو التشخيص غير بشوفها بشرة دهنية، بشرة دهنية بطبيعة الحال تنشوفوها يعني دياغنوستيك على انسبكسيون، غير تشوف المرأة كتعرف بأن عندها. كاين كذلك واحد العامل اللي هو مهم ومهم جدا، هو العامل ديال لوبيزيتي، يعني ديال السمنة. هذيك السمنة هي كتكون دائما مرافقة ملي كيكون هناك تكيس المبيض، وهادشي كله عنده علاقة مع عدو واحد اللي قلت لك راك عارفه، وهو السكريات. تعرف بأن السكريات كيطلعوا الانسولين، والانسولين عنده واحد العلاقة مباشرة مع الاضطرابات الهرمونية. ما غندخلش للتفاصيل لأن الناس ما غايفهموش علاش الانسولين ولا السكريات كيعطيو هاد المشكل ديال اوغمونطاسيون ديال الانسولين، والانسولين كتعطي الاضطرابات الهرمونية اللي عندها واحد العلاقة مباشرة مع الاضطرابات. وهنا علاش كننصحوا جميع النساء باش يتزوجوا هذاك السكريات، ولا سيما السكر الابيض الجلوكوز، يقللوا منه باش يقللوا منه، وكذلك ينقصوا من الماكله، لان عدد النساء تيكون عندهم التكيس المبيض يكفيك باش دير غير الريجيم، تكون واحد الحميه تحسن باش المسائل تدخل الى مجاريها مباشره. عدد النساء تيقول لك شنو الفرق، علاش خصني نضعف، علاش خصني نضعف، لان كاين علاقه حتى هي كذلك بين السمنه والاضطرابات الهرمونيه، ولا سيما طلوع لي زوندروجين اللي كيعطيو التكيس المبيض والخصوبه. نرجعوا لها فيما بعد طيب. ربما بعد هذه المكالمه الهاتفيه ماشي مكالمه معنا، فاصل قصير اعلاني صح، سريعا سريعا وبعد غادي نرجعوا لنا خطوط راه كاينين المكالمات، وغنحاولوا نعطيو فكره نجاوبوا المستمعين اللي تواصلوا معنا وبعد نكملوا طيب. يلا كوثر فاصل وبعد راجعين. هذه 10-20 دقيقة تكيوس مبيض دكتور كنكملوا حديثنا فيه، ومعنا مكالمات كثيرة غادي نحاول نستقبلوها، غير يصبروا معنا شوية. معنا سي سعيد ياك كوثر، سي سعيد من كازا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك سي سعيد، مرحبا. الله يبارك فيك. تفضل سيدي. فايت سي سمية، فايت اتصلت بك على بوزيت عليك واحد الكيستيون ديال، انا عندي المرأة تقريبا دابا عندها فلاج 50 كرات. اها. ولكن باقي كتجيها الدوره الشهريه، وملي سولنا قال لك ما يمكنش تحيد لها الدوره الشهريه مادام انها كتاخذ موانع الحمل، ولكن في نفس الوقت حبنا الوقيته اللي نحيدوا موانع الحمل يكون شي حمل ولا شحال. طيب هذا هو السؤال. هذا هو السؤال ياك؟ السؤال. اولا تحيه لنا ديال الدار البيضاء. من ناحية ديال السؤال ديال هذا الأخ ديال الدار البيضاء، هي كتاخذ لابيلول، حدا كتاخذ لابيلول والعادة غتجي، والعادة غادي تجيها عليك عادة اللي هي ماشي طبيعية، هي اصطناعية. 54 عام حالة نادرة جدا باش ما يكونش هناك يعني حمل، لا ماشي حمل، ولكن باش ما يكونش هناك يعني مينوبوز، يعني سن نوتش. هذاك السن النص كيجي بصفة عامة 50-52 سنة على الأكثر. بالنسبة لهذا السيد خاصة بعد أولا وقبل كل شيء توقف عليك وسائل تنظيم الحمل، ما صالح الوالد، ما صالح حتى شي حاجة نهائيا، وليك ساعة غادي نشوفوا واش الدورة الشهرية مازال كتجي ولا ما كتجيش. ثانيا إذا كان خايف يعني من الحمل، ما يعني ما غادي يمكنش هذيك المرأة على 55 سنة ما كاين حتى شي حاجة يعني في العالم بأسره، ولا حتى شي دراسة اللي كتقول لك بأن المرأة حملات على 55 سنة ولا ميم 50-52 سنة حالة نادرة. إذن بكون طمئنان يمكن يحيد هذيك لابيلول بعد ديجا، خصو يحيدها لأن ما عندها حتى شي فائدة، والحمل يمكن اللي نطمنوا لأن ما يكونش هناك حمل. طيب دكتور شكرا جزيلا على الجواب، وغادي ننتقلوا من سعيد غادي نمشوا عند أمينة من مراكش. السلام عليكم أمينة. صباح الخير. صباح النور لالا، مرحبا. مرحبا. دايره كيداير دكتور بخير؟ صباح الخير، اهلا وسهلا، تحيه للناس ديال مراكش. الله يطول عمرك بارك الله فيك. نسولك دكتور الله يجزيك. اهلا وسهلا. انا عندي بنت عندها تقريبا عام ونص والسن تقريبا 42 دابا،
وما درت شي حاجه زعما لا في بال سمعت حيت قال لي الدكتور عطاني قويه بعد عندي منع الحمل دوك يعني خفاف ولحد الان يعني درتهم شي تقريبا جوج مرات لحد الان ما كانش حامل اي بغيت نعرف مشي دوزت جوج مرات خرجوا لي هذاك اقراص اللي من 14 حتى ل 25 اي عرفتهم على كل حال واحد النهار الثاني ديال الدوره ولحد الان مازال ما كاين والو شنو ما كاين والو اش دابا شنو السؤال ديالك واش بغيتي تحمل بغيتي الدوره الشهريه تمشي شنو بغيتي لا باغي الحمل بغيتي تحمل اي وما عرفتش منين هذا التاخير على الرغم ان قلت لك تقريبا 43 42 غادي في 43 سنه شحال هادي باش ولدتي عام ونص عام ونص اذا ولدتي على تقريبا 40 سنه ياك تقريبا 41 41 سنه دابا بغيتي تزيد اييه السؤال كيفاش خصك تزيد اييه طيب اولا 42 43 سنه خصك تعرف بان الخصوبه كتنقص جدا اولا هاد السيده هادي بعدا خصها دير واحد التحليله ديال لايماج هذيك التحليله اللي كتبين لنا الرصيد اللي مازال عندها في المبيض الا كان الرصيد ولا كان يعني النتيجه اللي يعني لان هي لايماج كتختلف بين جوج وسته الا قنت بصفر واحد فهاد السن هذا وربما تلقى صفر واحد ولا صفر صفر واحد الى اخره الا كانت يعني النتيجه منخفضه جدا هنا خاصها دير بعض منشطين تعاون بهم شويه تعاون بهم باش يكون باش ترفع الرصيد باش تحسن الرصيد يعني لي زانديكتور دو فيلاسيون اذا خاصها تشوف الطبيب خاصها دير هذيك لايماج وعلى حسب لايماج هل يمكن ان تذاكروا واش غادي يمكن لها تحمل ولا يمكن لهاش تحمل اذا خاصها تشوف الطبيب طبيعه الحال ودير لايماج سيرتو لايماج واخا دكتور نتمنوا لاله نعيمه تكون سمعتنا وان شاء الله الله يفرحها يا رب شكرا دكتور على الجواب غادي ننتقلوا لفاس وغادي نحييو فاتحه السلام عليكم فاتحه وعليكم السلام اختي سميه كي دايره لاباس عليك الله يبارك فيك عواش مبروك حبيبتي تفضل مرحبا بك علينا وعليك عواش مبروك عليك والدكتور طاقم ام اس ام كله خليكم على خير تفضل لاله فاتحه مرحبا كنشكر الدكتور يعني ديما كنشكرو بزاف يعني كنستافد من النصائح ديالو وعندي واحد السؤال هي البنيته ديالي يعني يلا هاد العام بالغات الدوره الشهريه كتجيها بعض المرات جوج مرات في الشهر الوجع بعض المرات وكتجيها مجهده بزاف شحال في عمرها البنت؟ 13 طيب شنو السؤال؟ السؤال واش عادي كتجيها مجهده وكتجيها بعض المرات جوج مرات في الشهر طيب مازال ما نضمنهاش مازال ما نضمنهاش انا تحية الناس ديال فاس بطبيعة الحال شكرا دكتور بزاف انا كنستافد منك وتندير النصائح ديالك ما كاين مشكل اهلا وسهلا هذا واجب شكرا ناحية ديال البنت ديال 13 عام كتعرف بان في سن البلوغ كاين هناك عدد وعدد ديال الاضطرابات بحال اللي قلت لك بحال تالينا بحال اخرنا بحال الاول بحال الاخر بحال الاول بحال الاخر اضطرابات اللي كيجيو للمرأة في سن النضج واضطرابات اللي كيجيو في سن البلوغ سن البلوغ 13 عام هادشي طبيعي الدوره الشهريه كتجي في بعض الاحيان بالوجع لان علاش غتجي بالوجع لان ما تكونش هناك اباضه وهذيك الاباضه كتعطي لك يعني لك العدم ديال الاباضه ملي ما كتكونش كيكون الوجع في الدوره الشهريه ولا تيكون الوجع في 15 يوم هذه الاولى ثانيا تيوقع هناك اضطرابات مده عامين في بعض الاخرات ثلاث سنين عاد الدوره الشهريه كتقد ملي كتقاد ديك الساعه يمكن نقول ما كاينش المشكل ولكن في الحاله ديال سن البلوغ تنعطيو بعض الادويه باش نقادو هذيك الدوره الشهريه ولكن هذوك ماشي اجباريين تيمكننا نتجاوزوهم نهائيا ونخلو المسائل غاديه طبيعيه كيتخاف غير من المضاعفات شويه في القدام ولا الا كانت الدوره الشهريه جوج مرات في الشهر لا الا كانت جوج مرات في الشهر وكان هناك واحد النزيف اللي مهم وعنده واحد تاثير على فقر الدم
هنا تيمكن نعطيو الادويه، ولكن اذا كان لك شيء خفيف بلا ما نعطيو الادويه راه المسائل تدخل الى مجاريها يعني في 15 16 العام. طيب شكرا جزيلا دكتور على الجواب، شكرا سيده فتيحه على المكالمه ديالك، وحنا دائما مستمرين استقبال المكالمات واتصالات المغاربه ديالنا في مختلف مناطق بلادنا، حنا كنتساراو وتنصلوا معاهم الرحيم. غنمشيو لوجده دابا دكتور، ناخذوا اتصال حياه. السلام عليكم حياه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. شكرا جزيلا على هذه البرامج الهينه تاع ام اف ام. مرحبا، هذا واجب حبيبتي، تفضلي. وعيد مبارك يا سعد في التسباق. حلو عليك نكون لاهيين نسبقوها اليوم. قولي غير انا بغيت نعطي معكم باش نقول لكم انا من ضحايا لوندوميتريوز. عندي دابا 58 ans. وفاش تزوجت وكل شيء زعما باش نحمل هذا، وكانت عندي الدوره الشهريه عاديه 28 يوم. ومع ذلك ما ولدت معانا زوجي، كان ديجا عنده الولد. اذا كان الفوط فيها كان نقول بقيت ما كاينش، يقول لك الاطباء 10 سنين ولا نداو، يقول لك ما عندك حتى حاجه. وصلت حتى لولي انسيميناسيون ارتيفيسيال. الوغ واحد النهار حتى قال لي 10 سنين ابخي قال لي تت لي ترومب دو فالوب لي غام ماشي لي غام، داك كل شيء مهم لي هذا. واحد النهار حتى الزوج ديالي قال لي عنده صاحب صديق ديالو هو اللي كان الطبيب الرئيسي في مدينه سالا الدكتور عثمان، قال لي سيري عنده حشم، كان في الحشم صاحبه قال لي مشيت قال لي مادام ديرك لا سيليوسكوبي. الوغ فاش دار لي لا سيليوسكوبي قال لي عندك اندوميتريوز بلس لي فيبروم. زولي العام الاول شي جوج لا ثلاثه، من بعد 12 لواحد، من بعد حتى جاتني حتى مشات لي. هذا هو اللي بغيت نقول لكم انه فعلا نعم تعطلتي شويه. لا ماشي انا اللي تعطلت، الاطباء حيت كانوا زعما معروفاش كيف زعما بحال دابا يمكن اها معروفه، ولكن انا هادشي راه تزوجت في 92. شوف فوقاش حتى 2002 وانا غير نداوي. ومن موراها كنت كناخذ دوك الدوايات وهذا وكل شيء، جاني ان دينوم ايبوفيزار اللي من بعد موراها عطاني كونسير ايبوفيز ايبوتالاموس سينس فينويدا. ومع ذلك داويت وراني عاد حيه، عطوني الاطباء 5 سنين موت راني عاد حيه نسمع الام اف ام. كي جيتكم ماشي لافي هذه، ماشي حياتي لافي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك حبيبتي. عاد ناخذ باش نقول لك بلي الاطباء شفتات لها ديك الادواء، وفعلا كانت عندي كما قلت لها دكتور عندي حب الشباب، وكانت عندي لابوغراس، وكانت عندي هذاك دابا راه عندي سميتو عندي شويه اللحيه كما يقول، حيت عندي الغده الكاداريه الكورتيزول طالع، عندي التيغويد حرقوها لي ايبوتيغويدي جي، وعندي هذا ولكن ها انا الحمد لله ما دايرهاش، حيت باش نقول للنساء الصديقات النساء وصحاب هذاك الامهات ما يبقوش يديروا في بالهم المرض بحالي انا ما دايرش، درت بانه من عند الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هادشي اللي بغيت نقول لكم، وعيد مبارك سعيد سابقا لنا وعلى جميع الامه وسيدنا نصره الله محمد السادس. ربي يخليك حبيبتي، شكرا على المكالمة ديالك وعلى شجاعتك في مواجهة هاد التغييرات كاملة وهاد الأحداث كاملة اللي وقعت. شوف تدريج ديال نشرحوا شوية الحالة دكتور إلا جا. لا بطبيعة الحالة تحية لنازل وجدة، تحية ليها أكيد بلا حياة. اسمع على مسمى حياة كنا غادي نهضروا إيه؟ على البطالة المهاجرة، وقلت لك في الأولى الحلقة بأن البطالة المهاجرة أو الأندوميتريوز كانت مجهوله نهائيا ماشي غير في المغرب، العالميه في العالم باسره. بحكم ان التشخيص كان صعيب وصعيب جدا. بالنسبه لهاد السيده ربما في 1900 وقالت لك 92 حتى 2002 التشخيص ما كانش هناك تشخيص، لان ما كانش عندنا الامكانيات باش نعرفوا يعني البطاله المهاجره. والتشخيص كانت كنديروه بواسطه المنظار لا سيليوسكوبي هي اللي كانت تبين لنا مباشره واش كاين هناك بطاله مهاجره ولا ما كاينش البطاله المهاجره. اليوم قبل لا سيليوسكوبي وصلنا ليريم، هذاك ليريم تيمكن اليوم المراه اللي عندها اعراض ديال البطاله المهاجره اللي غنرجعوا له في الشق الثاني ديال هذا البرنامج هذا ديال هذه الحلقه، كاين عدد وعدد ديال المسائل باش نديرو التشخيص اليوم ديال البطاله المهاجره. هادشي علاش تنقول لك بان اعداد النساء كي تشكاو من هذيك البطاله المهاجره اعداد وعدد، والتشخيص ما تيكونش. اليوم كاين تشخيص لهذا الغرض. النسبه المئويه اللي كنلاحظوا اليوم طلعت بزاف لان كنديروا التشخيص. قبل تقولوا بان البطاله المهاجره يعني ضئيله جدا ما موجوداش كاع، ولكن في حقيقه الامر حتى هي موجوده. كاين واحد النسبه المئويه ديال اكثر من 10 حتى 15% ديال النساء اللي كيتشكوا بالبطاله المهاجره، مع العلم ان هذه بعد السنوات 25 ولا 30 سنه كنا كنقولوا بان كاين يلا 2%
لان واحد هذا المرض يعني كان ما كناش كنديوها فيه نهائيا. ويلاه كاين واحد 2% ديال النساء اللي كيعانيو من هذا المشكل، ما كناش نعطيو واحد الاهميه. اليوم في العالم باسره وحتى في المغرب رجعنا تنديروا التشخيص بالدقيق، وبالتالي الادويه تنعطيوها، ولكن الادويه راه طويله اللي غنرجعوا لها في التفاصيل فيما بعد. وحتى الظروف الحياتيه تبدلات شويه، يعني ولا التوتر ولا نظام الاكل ماشي هو هذاك، السمنه زادت بزاف ياك دكتور، الوراثه هي وراثه في طالما مهاجره، ولكن السمنه ما عندهاش علاقه نهائيا مع الاندوميتريوز. السمنه عندها علاقه مع التكيوس المبيض، ولكن تهضر على التكيوس المبيض فعلا السمنه والتغذيه والمناخ ولي لي لي بيستيسيد اللي بحال اللي كنت هضرت عليكم على لي بيرتوباتور اندوكرينيان، لي لائحه ديالهم طويله انا ما غنخش فيها دابا في التفاصيل. يعني هاد العوامل كلهم تتسبب في التكيوس المبيض بطبيعه الحال. طيب دكتور، حنا دائما راه الاشاره اكيد مستمعاتي مرحبا بكم معنا، انا عارفه تساؤلاتكم كثير حول هذا الموضوع. شكرا الوفاء ديالكم والمحبه ديالكم. وارقمنا 0522 30 30 00، او رقم ثاني هو 0522 31 33 33. تكيوس المبيض دكتور، كعلامات وقلنا يعني الشائعه شنو هي باش نرتبوها ونسميها؟ نرتبوها اولا وقبل كل شيء اضطرابات ديال الدوره الشهريه. المراه اللي عندها الدوره الشهريه اللي هي ماشي منتظمه، اللي ما كتجيش على كون 28 يوم، ولكن كتكون تجي في واحد 45 50 يوم 60 يوم، في واحد 3 شهور عاد تجي. هذه الاولى، يعني العلامه الاساسيه. وعدد الايام ديال الدوره كتلعب دور؟ لا اللي كيهضر هي التاخير ديال الدوره الشهريه، هذه الاولى. ثانيا كاين العلامات اللي هضرت عليهم ديال الشعر اسفل البطن في الوجه، يعني هاد العوامل كلها تتبين لك بصفه غير مباشره بان كاين هناك تكيوس المبيض. ثالثا السمنه، هذيك السمنه يعني كتكون باينه، هادشي ما تعنيش بان النساء كلهم اللي عندهم واحد الوزن عندهم السمنه عندهم تكيوس المبيض، ولكن تنقول لك انا بصفه عامه بعض العوامل اللي كتكون هناك مشتركه، السمنه مع الشعر مع حب الشباب مع اضطرابات ديال الدوره الشهريه تعطيك بالفعل بان كاين هناك تكيوس المبيض. ولكن طبيعه الحال التشخيص هو سهل، وعاد قلنا الخصوبه العقم يعني السيدات اللي تعطلت الحجاب، هذاك الشيء غادي نهضروا عليه من بعد، ولكن انا تنقول هي العلامات دابا. ثانيا كاين الفحص بالصدى ليكوغرافي، الفحص بالصدى تبين لنا بان كاين هناك تكيوس مبيض بدون مناقشه، وهنا ترقاو عدد ديال الحلول باش نطمن النساء اليوم اللي عندهم تكيوس المبيض بان اليوم العلاج جاهز، التشخيص جاهز، وما عندنا حتى مشكل باش يمكننا نداويو هاد المرض ولا التكيوس المبيض. لان اولا تنصحوا من ناحيه ديال العلاج يكون هناك بعدا واحد الحميه خاصه. ثانيا كنصحوا باش نحيدوا السكريات. ثالثا كاين ادويه اللي تنعطيو، ولا سيما دابا عدد ديال النساء يعني الفتاه مثلا، نعطيك واحد الشيء كنشوفوه كل نهار، اللي عندها تكيوس المبيض كنعطيوها لا بيلول، والام ولا الاب ما تيفهموش علاش ديك البنت اللي ديال 17 و18 عام كتاخذ لا بيلول. بصفه عامه يعني بالتجربه ديالي الخاصه كنصح دائما هذيك الفتاه باش تجي مع والديها باش نفسروا لهم، لان ما تيفهموش علاش كتاخذ لا بيلول. هذيك لا بيلول علاش كنعطيوها؟ باش نريحوا هذاك المبيض، وتنعطيو واحد لا بيلول اونتي اندروجينيك، يعني ضد طلوع الهرمونات الذكوريه. كاين واحد لابيل اللي خاصه اللي كنعطيو لهذا المجال هذا. كاين كذلك ادويه اللي تنعطيو خاصين بطلوع لي زوندروجين على حسب كل حاله، اللي كيكونوا مرافقين هذيك لابيلول. وتنعطيو كذلك الحمض الفوليك، لاسيد فوليك. علاش لاسيد فوليك؟ لان كتعطي واحد الجوده ديال ديال ديال, ديال البويضات كتكون احسن، تتحسن بواسطه الحمض الفوليك. لان بصفه عامه المراه واخا يمكن تحمل تيمكن دير فوس كوش، يمكن دير واحد الاجهاض يعني تلقائي، هذاك الاجهاض
تيجي نتيجه على الجوده ديال البويضه ديالها اللي ماشي يعني واحد الجوده مزيانه. تنعطيو هاد الادويه مده 4 شهور 5 شهور هذيك يعني وسائل تنظيم الحمل على لا بيلول. تنعطيو لي زونتي هيبردونجينيك. تنعطيو يعني الريجيم وتنعطيو واحد الضرب زمني 6 شهور. ولكن 6 شهور كنشوفوا ليفوليسيون يعني واش الدورة الشهرية بدات تجي طبيعية، لأن من بعد ما توقفوا الدواء كنتسناو واحد الشهر شهرين تنشوفوا واش كاين هناك تحسن. كاين جوج المسائل. المسألة الأولى هو أن المسائل دخلت إلى مجاريها، ما بقاش التكيس المبيض، ما بقاش مشكل ديال الخصوبة. بارك مسعود. كاين الحالة الثانية اللي هي حتى هي كنشوفوا بأن هذوك الأدوية ما طوالو، يعني رغم 6 شهور ديال الأدوية أنا كنضطروا باش نديروا واحد العملية اللي هي بسيطة جدا، بسيطة المنظار السيلوسكوبي، وكنمشيو مباشرة على طرحت لو دغيلينغ، كنمشيو مباشرة للمبيض وتنجرحوا وكننفسوا هذوك البويضات باش ما يبقاش مشكل ديال التكيس المبيض. هذه حتى هي تيمكننا نديروها، ولكن ما كنوصلوا يعني المنظار ما نهضروش على العمليه الجراحيه سي طولو، هذا غير المنظار. اليوم كان كلشي كيدار بالمنظار، ما بقاش دار العمليه الجراحيه يعني فهمي، ولا يكون في اكياس ويكون في فيبروم الى اخره. كدار في العياده هذا؟ لا كدار في المصحه. المصحه ما يمكنش دار في عياده، هذا كدار تحت التخدير العام. اذا تيمكننا نديروا هذاك لو دغينينغ، ولو دغينينغ تقدر المراه نفضيو المشكل ديال التكيس المبيض. كاين نقطه اخرى اللي قليل فاش تنخمو فيها، ولكن واحد الغده لا سيغينال اللي فوق الكلاوي تنعيطو لها لا غلوند سيغينال. في بعض الاحيان هذيك لا غلوند، هذيك الغده لا سيغينال اللي كتكون فوق الكلوه هي صغيره بزاف، كتقدر يكون السبب ديال التكيس المبيض جاي من هذيك لا سيغينال. اذا في التشخيص بصفه عامه حنا كنخمو غير في المبيض هي فلوفير، ولكن كاين اسباب اخرى اللي هي لا سيغينال اللي بدا ما نهضروا عليها، وهذيك الغده اللي صغيره بزاف ولكن يمكن لها تعطي حتى هي ليبيروندروجيني وبالتالي تعطي التكيس المبيض. اذا هادو جوج المسائل في التشخيص الطبي اللي خصو يدار، لا من ناحيه ديال يعني في التكيس المبيض، طلوع الهرمونات الذكوريه لا سيغينال. داء السكري دكتور هل عنده تاثير انه يقدر يسبب لنا في التكيس المبيض بحكم هضرتي على السكري؟ طبيعه الحال طبيعه الحال. علاش داء السكري؟ لان ملي يكون عندك السكري تقدر تعاني من التكيس المبيض، لان قلت لك كاين واحد العلاقه مباشره من السكر السكريات والاوغمونطاسيون دالانسولين والتكيس المبيض، لان كاين هنا عدد ديال لي ترانسفورماسيون اللي بديتي كيديروا من ابارتير ديال الانسولين، وهنا تيمكنوا يعطيو تاهي التكيس المبيض. علاش حنا كننصحوا باش نقصوا من السكريات؟ انا كنصح جميع النساء اليوم ولا سيما الفتيات اللي عندهم واحد المستقبل ولا رغبه في الزواج في المستقبل، باش يبداو يهيئوا نفسهم ابتداء من 16 سنه 15 16 سنه في بعد البولو مباشره. زياره الطبيب تشوف هذا من غير زياره الطبيب نصائح باش ينقصوا السكريات، ينقصوا لي بيرتورباتور اندوكرينيا. ما ندخلش دابا للتفاصيل في بيرتورباتور اندوكرينيا، جيسيس لور دو مون لاسيو. يديروا رياضه ويديروا واحد الريجيم سبيسيال واخا 15 عام، واخا كاين لا كرواسونس، ولكن مثلا ينقصوا من اللحوم الحمراء. كتعرف بان اللحوم الحمراء هي عندها واحد العلاقه مع التكيس المبيض، وهنا يعني في الحميه تنصحوا باش يكون هناك اكبر عدد ديال السموك، ولا سيما السموك الدهنيه يعني لي بواسون غرا السمك لو بواسون غرا السرديل لي اوميغا 3 اللي فيهم لي اوميغا 6 السومون الى اخره. هادشي كلشي عنده واحد المنفعه للذات اللي ما يمكنلكش ما تصور في العقل، وحتى هذوك الاضطرابات ديال الدوره الشهريه تيمكن لهم يجيو مباشره مع التغذيه. في حدات التكيس المبيض دكتور، مساله بسيطه متوسطه فيها خطوره، يقدر يتعالج ما تعالج، شنو يقدر تقول لا العلاج اليوم جاهز؟ كاين قبل ما كناش كنشوفوه، ولكن اليوم كاين العلاج بدون اي مشكل. من ناحيه الخطوره ما كاين حتى شي خطوره بالنسبه يعني المرأة من تكون عندها التكيس المبيض،
العلاج هو اليوم كاين انا قلت لك لو ترينينغ ولا لو تريتمون ميديكال بصفه عامه. المسائل كتدخل الى مجاريها من بعد 6 شهور. واهم حاجه هنا عندنا ماشي هما الاضطرابات ماشي هما التكيس في حد ذاته ولكن يعني لو سوسي ديال الطبيب الى بغيتي وهو يكون هناك ما يكونش مشكل في الخصوبه. وهذاك المشكل في الخصوبه اللي كان هناك تكيس مبيت كتكون نقص من الخصوبه تيكون لي فوسكوش يعني اجهاض متكرر الى اخره. وهادشي ما تيعنيش عاوتاني بان النساء كلهم اللي كيديروا الاجهاض المتكرر عندهم تكيس مبيت. هذه مجملت اسباب اللي كيعطيو هناك اضطرابات حتى في الشق العائلي كنقولوا اختي حتى هي فيها تكيس فانا غيكون عندي تكيس او ماما فيها تكيس فعلا فيها تكيس فعلا سميه كاين واحد الجانب حتى هو عائلي شويه كاين تاريخ عائلي نفس الشيء بالنسبه للبطانه المهاجره. طيب مادام تيشرتي للبطانه المهاجره نهضروا عليها شويه نذكر فقط غير بالارقام مستمعاتي مستمعينا مرحبا بكم معنا في حضور دكتور عبد الوهاب زيزي دكتور اختصاصي في امراض النساء التوليد وعلاج مشاكل الخصوبه والانجاب. الى حبيتي انك تستشري معه وقعتك شي امور في هذا الاسبوع او طوال هذه الاسابيع وبغيتي تطمئن اكثر او تاخذي بالراي ديالو مرحبا بكم سواء ليك ولا الاقارب ديالك ولا لبنيتك ولا لاختك. المهم المجال مفتوح نديروا اجر اليوم ياك دكتور كيف العاده. ارقامنا 05 22 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. مرحبا باتصالاتكم. دكتور واش كاين فرق كبير ما بين تكيس المبيض وما بين البطانه المهاجره ولا كيتشابهوا شويه في بعض الاعراض؟ نوضحوا شويه المساله. لا علاقة في بينهم. لا علاقة لا علاقة. تكيس المبيض هضرنا عليه. البطانة المهاجرة هي عدد الناس ما تعرفوش شنو هي البطانة المهاجرة ولا بدا ما نفسر لهم شنو هي البطانة المهاجرة. البطانة المهاجرة كوم لانديك لو نون المهاجرة كي ميغر هي الدورة الشهرية اللي كتجي عند المرأة كتجي من التحت طبيعة الحال ملي كتجي من تحت هذيك حالة عادية توقع في بعض الأحيان بأن هذيك الخلايا ديال البطانة الرحم فوق ما تهبط كتخرج للبطن ملي هذيك لي سيلول اندوميتريال اللي تيخرجوا من البطن تيفين تيمشيو اما كيمشيو للمبيض وهنا كنهضروا على لوندوميتريوز اوفاريان ولا تيبقاو في الرحم هنا كنهضروا على لادينوميوز لان خصنا نخلفوا بين الفيبروم واللادينوميوز هنا تيوقع هنا عدد من الكونفيزيون في بعض الاحيان ولا كيمشيو للبطن لوندوميتريوز بيريتونيال ولا تيمشيو للقنوات الفالوب اندوميتريوز اللي كتكون يعني في القنوات الفالوب في لي ترومب يعني ربعات الاماكن كتقدر ترحل ليها ربعات الاماكن وهذوك الاماكن في كل حاله كاين اعراض مختلفة بطبيعة الحال اللي غنهضروا عليهم. بعد ما ناخذوا يوسف من رشيد يا دكتور سريعا ومن بعد نرجعوا. سي يوسف السلام عليكم. وي السلام عليكم لاله كي دايرين بخير؟ الله يبارك فيك سي يوسف مرحبا بك. الحمد لله الله يجزيكم بخير الله يجزيك الخير ربي يخليك. تفضل. شكرا للنصائح بعد اللي قدموا الدكتور غير واحد التساؤل اللي عندها فكره دكتور بالنسبه لواحد الخال عندي كاين المهم تزوج شحال هادي نعم وواحد الخال تزوج وولد واحد البنيه ولكن دابا البنيه تقريبا عندها شي 15 عام ما باقيش عاوتاني زعما جاب الله انهم يولدوا اشنو النصيحه اللي نقدروا نديروا ولا واخا شحال في عمرها السيده بعدا؟ صراحه الله ما عنديش ايوا هذه مهمه. على شحال تزوجات؟ زوجات على ديك 23 24 ايوا 23 زيد عليها شحال 15 تكون عندها 38 نقولوا 40 سنه تقريبا ياك هادشي اللي غيكون طيب نعم ايوا تحني الناس الرشيديه اهلا وسهلا حيوهم 40 سنه تقريبا نقولوا لنا السن مهم لعملية السن باش نديروا التشخيص لا بدو نعرفوا السن الى ما ولدتش هذه 15 عام ربما كان واحد انقطاع يعني من ناحيه ديال العلاقات الجنسيه ربما ولا كاين اسباب طبيعة الحال. اولا التشخيص الى ما ولدتش وعندها 38 دابا سنه انا خصني نعرف السن لان عندها 45 سنه كلام عندها 38 سنه كلام اخر صح على كل حال السن كيحكم السن تيحكم الى عندها 38 سنه خصنا نديرو التشخيص ونشوفو المبيض
ونديروا يعني واحد راديو ديال القرون نشوف واش القرون ما مبوشياش، خاصنا نعرفوا واش كاين هناك مشكل ديال هرموني، خاصنا نشوفوا المشكل واش كاين تاكي يوصل المبيض ولا ما كاينش، نشوف واش كاين بطانة مهاجر ولا ما كايناش. على كل حال كاين هاد هاد وعدد ديال الاسباب في العقم ولا سيما العقم الثانوي اللي ستيريتي سيكوندير. وبالتالي هاد السيده هادي الرشيدية خاصها تشوف طبيب اختصاصي هو اللي غادي لها يشخص ليها. وديك الساعه اليوم راه هضرنا على مرارا وتكرارا، هضرنا على التلقيح، هضرنا على المشكل ديال العقم. قلت لك بان اليوم في المغرب يمكننا نعالجوا 95% ديال الحالات ديال العقم، اذا اليوم ما بقاش المشكل، خاصها تشوف الطبيب وديك الساعه يعطيها هادشي اللي كاين يعطيها الراي ديالو. شكرا لك يوسف من رشيديه. من رشيديه غنتقلوا لاكادير، معنا اتصال مريم. السلام عليكم مريم. السلام عليكم. صباح مرحبا بك اختي، الله يبارك فيك. مرحبا. الحمد لله. سلام دكتور بن زيزي، لاباس؟ صباح الخير، اهلا وسهلا. انت هي الناس ديال اكادير وهذا زيزي ماشي بن زيزي. قلت لك انا ماشي ممثل، انا طبيب. اسمح لي دكتور. ما عليكش مشكل. عافاك، بغيت نقول لك المشكل ديالي. انا كنت درت كونترول عند الطبيب وبقى عندي تكيوسات في المبيض. هي مزيان. شحال في عمرك؟ عمر ديالي 30 سنه. 30 سنه. هي زيد تكيوسات في المبيض. انا عندي وليد سن ديالو 6 سنين. انا كنت نستعمل لابيلين لمده ديال 4 سنين، من بعد حبست واحد العام. ما بقاش نستعملها، ولاحظت ان الدوره الشهريه ديالي ما منتظمش، تجيني على شهرين شهور. هادشي هضرت عليه. تطلع عليا تجي كثير مؤخرا، تجيني بواحد الحيطه، يعني هي تجي بحال شكل الجيب. داكور. وتدي لي الحريق. طيب. شحال هذا ما كانش يجينا. هكا فاش مشيت عند الطبيب قال لي ما عندك حتى شي حاجه، الرحم ديالك كامل مزيان، ولكن عندك تكيس في المبيض. وما شرحش لي مزيان. فاش شرح لي قال لي فوق القرن ديالنا كاين بزاف ديال ماشي كيس، هو مهم ما عرفش داك الشيء اللي شرح لي، تكيسات صغار بحال ما تيخليوش الحيط ينزل في الوقت ديالها. عطاني واحد لابيلي، تنظن هذه اللي هضرتي عليها ديال الهرمونات بوحديتها فقط. قال لي لا بغيتي تحملي غنعطيك واحد الريجيم، واحد الدواء يقاد لك الهرمونات وتحملي في ظرف 6 شهور. بغيتي تعالجي غير تكيس المبيض بوحديته تشربي هذه الكينه هذه لمده ديال عام. ومن بعد ترجعي عندي. زائد انا عندي هذا المشكل ديال الشعر، زائد في المايه شعر في الوجه وحبوب، ولكن ما عنديش هذا المشكل ديال الزياده في الوزن. وعافاك بغيت تشرح لي مزيان شنو العلاقه ديال هاد الانسولين في الدات بتكيس الرحم. واش انا مهدده بالسكر او لا؟ لا لا ما عندها علاقه. لا ما ماشي مهدده بالسكر نهائيا نهائيا، ما عندها حتى شي علاقه مع مهدده السكر ولا ما عندهاش السكر. اولا بعد هاد الطبيب طبيب ماهر، لان عطاها بالذات داك الشيء اللي خصها دير. اولا لان بحال اللي قلت خاص ريجيم، خاص ادويه ديال مسائل تنظيم الحمل الى اخره، باش المسائل تقول الى مجاريها. ومن بعد 6 شهور ولا 8 شهور كاع على الاكثر خاصها توقف لك لابيلول، ويسعى تشوف واش يمكن تحمل ولا ما يمكنش تحمل. ما يمكنش تحمل خاصها دير واحد المنظار. هذه من جهه. من جهه اخرى قالت بان هذه السيده هذه الطبيب قال لها تاخذ الادويه والى اخره. اظن بان يعني هذا الشيء فيه صواب، ما كاينش مناقشه. ويمكن لي غادي يمكن لها تحمل بدون اي مشكل. بدون مشكل صح. والاشاره السؤال الاخر احنا جاوبناها، ولا ما كاينش علاقه ديال الداء السكري طلوع الانسولين. انا قلت لك بان ماشي يعني بان هادو اللي عنده تكيس ما فيه داء السكر. انا تقول لك غير هذيك الانسولين عندها علاقه مباشره مع الهرمونات الذكوريه بسيطه، يعني دي ترانسفورماسيون اللي يوقعوا في الذات اللي عندهم علاقه مباشره مع الانسولين. يعني هذا الشيء سي تكنيك، لان لجنا ندخلوا الانسولين والعلاقه مع اضطرابات الهرمونيه ولا سيما اوغمود الاندروجين، هذا الشيء يعني تكنيك سي شيميك الى اخره. ما يمكنناش نقولوا احنا الاهميه ديال الحلقه ولا الاهميه التوعيه والتحسيس. ونقربوا عباد الله اللي كيسمعونا من هاد المشاكل اللي كنشوفوا دائما، واش باش ندخلوا لي تخويك تكنيك هنا كلام اخر. طيب. يعني انا صغير درت كور ماجستغال وانا ديال الطلبه.
هادشي اللي كاين. وحنا خليتيها ما غنفهموش واخا حتى هي ما تشرح لينا دكتور. يعني المهم اللي خصكم تفهموا هي كاين واحد العلاقه. هادشي اللي نرجعوا للبطانه المهاجره ونرجعوا قلنا فين كتقدر انها تمركز لنا وتحط لنا رحالها. هاد البطانه المهاجره قلنا المبيض الرحيم البطن وقنوات الفم ياك دكتور. وكل بلاصه فين كتمشي كتعطينا علامات واعراض. طبيعه الحال طبيعه الحال بان هذيك البطانه المهاجره تعطي علامات اذا كان هناك مشكل في الرحيم. هذيك راح تقول لادينوميوز. وهذيك لادينوميوز بالفعل كتعطي واحد العريق حاد في الدوره الشهريه اولا. ثانيا العلامه الثانيه هو ان الدوره الشهريه كتكون كحله. يعني كنعرفوها باللون ديالها تنعيطوا لها لا كولور غودرون بحال غودرون. واللي كتكون كحله هذه كتبين بان كاين مشكل ديال البطانه المهاجره. هذه الثانيه. هادشي ما تيعنيش بان النساء دابا اللي كيسمعوني عاوتاني خصنا نتفاهموا. الا خرجت لك الدوره الشهريه كحله راه كتكون كحله في الاول وكتكون كحله في الاخر ماشي بس ما كان، ولكن من بعد كتولي حمراء. كتولي حمراء. اذا الا كانت دائما كحله غودرون هنا كيبين لك هذه علاقه غير مباشره ديال هذه يعني من ناحيه ديال لي سين كلينيك ديال لوندوميتري. ولكن اهم حاجه وهو لك الحريق. الحريق اللي ميمكن لكش تصور ديال الدوره الشهريه اللي تكون حاد وتكون رافق بالشقيقه وبالقي تيبين لك بان كاين مشكل. والتشخيص انا قلت لك ليغيم ما كاينش بغير ليغيم. ليغيم كنديروها كتبين بان كاين هناك بطانه مهاجره. ملي كنديروا التشخيص وكنقيروا فعلا بان كاين علامات ديال البطانه المهاجره هنا كنضطروا باش نعطي واحد الادويه. اليوم كاين ادويه ضد البطانه المهاجره موجودين. لان المشكل كله مشكل تا هو هرموني وتنعطيو دواء ضد هذاك البطانه المهاجره. ملي ما كيجيبش الله التيسير نفس الشيء تكيوز ما تنضطروا باش نديروا لاسيروسكوبي. كنديروا واحد تشخيص يعني بالمنظار. هذاك التشخيص المنظار اولا تيمكننا باش نشوفوا شنو كاين عند المراه لوكالمون يعني محليا مباشرة في الرحيم باسيليسكو الرحيم وما جواره. أولا إذا كان هناك عرفناها بطانة مهاجرة كنديروا واحد العينة تناخذ واحد العينة يعني بيوبسي كونسيبت اللابورتوار اللي تأكد لك 100% واش كاين البطانة المهاجرة. ثانيا تيمكن نديروا واحد تشخيص بواسطة المنظار. وهنا كنشوفوا إذا كان مشكل يعني في الرحيم يمكننا نحلوه، إذا كان مشكل في المبيض يمكننا نحلوه إلى آخره. ولكن راه ماشي 100% تنجحوا. لأن في بعض الأحيان إذا كانت هذيك البطانة المهاجرة في البيريتوان ولا كانت يعني في المبيض في يعني بجميع النواحي هنا تصعب جدا العلاج. وخاصه العملية الجراحية زعما وخاصه العملية الجراحية على حسب لو دوغري لان كاين عدد فيها درجات. عندنا واحد الدرجات عندنا واحد الارقام باش نعرفوا الخطورة ديال هذيك البطانة المهاجرة باش نعملوا التشخيص ونعملوا الارقام ونعرفوا الخطورة ديالها كنعملوها بواسطة لاسيريوسكوبي. ولكن بصفة عامة بلا سيريوسكوبي يعني بالمنظار تيمكننا نحلوا عدد وعدد ديال المشاكل بحكم ان اليوم عدد ديال النساء اللي عندهم لوندوميتريوز قبل كان حل واحد وهو التلقيح لا فيكونداسيون ان فيترو. تنضطروا باش نديروا هذيك لا فيكونداسيون ان فيترو لان تكون في الكروند ولا الكروند تيكونوا بوشين تنضطروا باش نديروا تنديروا لا فيكونداسيون ان فيترو. وتيجي بالله التيسير المراه تيمكن تحمل قبل المراه اللي كتفي لوندوميتروز ما كانش عندنا الحل عمرها ما يمكن تحمل. اليوم كاين الحل. ثانيا تيمكننا نتجاوزوا هذيك لا فيكونداسيون ان فيترو بالفعل الا درنا واحد الخدمه محليه يعني اون سيريوسكوبي لوكال وحيدنا هذوك لان كاين واحد ليزاديرونس يعني تلصيق ديال البعض ديال في بعض الحين ديال المبيض ولا ديال الرحيم ولا القهوه الفرط اون بي ليبيغي ليزاديرونس ويمكن لا تحمل. المهم على شيء سي تكنيك. على كل حال اليوم لوندوميتريوز البطانه المهاجره كاين ادويه كاين العلاج بسيطه لاسيريوسكوبي وحتى مشكل ديال الخصوبات يمكن نحلوه ان شاء الله.
شكون هاد السيده اللي تقدر دير لنا البطانه المهاجره وعلاش غديرها لنا البطانه المهاجره؟ واش ممكن نحمي انا نفسي ما تجينيش هاد البطانه المهاجره؟ لا ما غادي ما قلتلكش تحمي نفسك بان هذيك البطانه المهاجره عندها علاقه مع مشكل جيني. كاين لي كوز جينيتيك وهذوك لي كوز جينيتيك تيقدروا يعطيو هذيك البطانه المهاجره. طيب دكتور نمشيو لوجده، غادي ناخذوا سيده نجاة ونقولها خلينا شويه كتسنى، بغينا نجاوبوا على هذا السؤال هذا لانه ضروري. سيده نجاة مرحبا بك. الو نجاة، سيده نجاة مازال معنا؟ طيب ارقامنا 05-22-30-30-00 او الرقم الثاني اللي هو 05-22-31-33-33. بقاتنا تقريبا واحد جوج دقائق مسمعينا من عمر البرنامج، وهذه الفقره تحديدا بغيناها موجهه لكل النساء لكل الفتيات ديالنا اللي كانوا طلبونا صراحه بموضوع ديال متلازمه التكيس المبيض وايضا البطانه المهاجره. حاولنا على قدر ما استطعنا ان نلموا بالموضوع، نعطيو الانواع، نعطيو كذلك حتى شكون النساء اللي اكثر عرضه، فين كاين سبل العلاج، فين طرق الوقايه التفاديا من ياك دكتور المضاعفات. بالنسبه للبطانه المهاجره قلنا ما كاينش بيد نحاولوا الكثيره من غير انه لكن تشخيص مبكر، والادويه لكن نقدرنا ان احنا نسيطروا على الوضع. ليلى من الخنيفره، السلام عليكم ليلى كاخر اتصال. مرحبا بك ليلى. وعليكم السلام. شكرا. وي نهضر؟ تفضلي. مرحبا معنا مباشر ليلى. مرحبا. وي السلام عليكم مدام اسماء مسيو زيزي. ما كيستيون، انا عندي 65 عام و جي غماركي بان لي بيرف ديالي ما بقاوش نورمال، يعني ولاو بحال بلونش بيضين بزاف، با دودور، با ديمونجيزون، عادية يعني جوست لي بيرف اللي تبدل اللون ديالهم. الوغ تبدل اللون ديالهم؟ اه يعني ولاو بويض ما بقاوش ترونسبارونت. داكور، شنو السؤال؟ الوغ سؤال يعني شنو واش سي نورمال لان افيك لا مينوبوز ولا كيفاش؟ وتحيا الناس ديال الخنيفره، اهلا وسهلا. شكرا. هذوك لي بيرت اللي تكون عند المراه في سن النضج على حسب كل حاله، طبيعه الحال. نورمالمون ما خصهمش يكونوا لي بيرت في لا مينوبوز، ما خصهمش يكونوا. إذا كانوا دي بيرت نشوفوا شنو هو السبب ديالهم. إما يقدر يكون عنده علاقة مع مشكل تعفني، خاصها دير بريليفمون بعدا هو الأول، بريليفمون فاجينال. هذاك لو بريليفمون ليلى كتسمعينا؟ ليلى ممكن تنقصي شوية من الراديو الله يرضي عليك باش نسمعوا. كاين تشوي شوية. كاين تشوي بزاف. يلا. باش انت تكوني مرتاحه وتسمعي الجواب ديال الدكتور. دونك ان بريليفمون فاجينال تاخد عين ونشوفوا عين في مختبر ديرتش. مختبر بطبيعه الحال. ثانيا خاصها دير ان فروتي لابد دير فروتي لان لي بيرت ما خصهمش يكونوا فيها، دونك خاصها ديرو فروتي باش نديرو التشخيص. وثالثا تيقدر يكون لك شيء عنده علاقه مباشره مع لا فلور فاجينال. كنا هضرنا على لا فلور فاجينال وهضرنا على هذيك لا فلور اللي اليوم مهمه جدا عند المراه، ولكن في لامينوبوز كتنقص جدا، ومني كتنقص يقدروا يجيو هذوك لي بيرت. اذا حتى لي بروبيوتيك اللي كنعطيو تيقدروا يعاونوها. الوغ بريليفمون فروتي ونذكروا. شكرا لك ليلى حبيبتي، نتمنى تكون سمعنا الجواب. كاينه مازال معنا؟ اهلا. سمعتي الجواب ديال الدكتور؟ اي سمعته. شكرا. دونك غادي ديري ان شاء الله ومن بعد طمنينا باذن الله قلنا شنو كاين. صافي. شكرا. يلا نهارك مبروك. ومستمعينا الاعزاء هكذا نكون وصلنا لختام هذه الفقره هذه وخمس خيناش. شكرا لك دكتور. شكرا لك سميه. الله يخطيك عواشك مبروكه وعيد مبارك سعيد. سلام الاسره ديالك اكيد. شكرا. تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه ونلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله ياك. لا ما غنكونش انا. داكور واخا باش نعرفها ونقدوا البلانيك ديالنا حيت انا ما عرفتش هذا المعلوم. العطله انت خديتي عطله من بعد العيد. برافو عليك، مزيان تستحق. غادي نمشيو فاصل.